سعد ابن الربيع ابن عمرو ابن أبي زهير. سعد ابن الربيع رضي الله عنه صحابي جليل، قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: أحد النقباء، أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا وأحدا وقتل يومئذ رضي الله عنه، قتل يوم أحد. وأحد النقباء، النقباء جمع نقيب، وهو الذي يمثل القوم كما في بيعة العقبة. فكان هناك مجموعة من النقباء، كل واحد منهم يمثل مجموعة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد ابن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، كما آخى بين سلمان وأبي الدرداء إلى غير ذلك مما ذكر مما هو معروف. ومن كرم ومن صدق سعد بن الربيع رضي الله عنه أنه قسم ماله إلى شطرين، إلى نصفين، فأعطى عبد الرحمن بن عوف نصف ماله وأبقى النصف الآخر. وكانت له زوجتان، فأراد أن يطلق إحدى زوجتيه لعبد الرحمن بن عوف. انظر إلى كرم هؤلاء الصحابة. قال الذهبي رحمه الله: فامتنع عبد الرحمن بن عوف ودعا له، دعا له بالخير رضي الله عن الجميع. وهذا من سلامة صدورهم ومن كرمهم ومن حسن خلقهم، لذلك مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم في القرآن، فقال في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأوائل هم المهاجرون وهؤلاء هم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أثرا وحديثا عن سعد ابن الربيع، وهذا الحديث تكلم فيه بعضهم وحكم عليه بأنه معضل، والحديث المعضل من أقسام الحديث الضعيف، والمعضل الذي سقط منه راويان في السند، سقط راويان متتاليان كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للبيقونية. قال ابن عثيمين: والمعضل أشد ضعفا، أي من المنقطع إلى غير ذلك. طيب، وإن كان وجدت الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ذكر هذا الأثر وهذا الحديث، ذكر رواية عن محمد بن إسحاق إلى أبي صعصع، وذكر رواية أخرى وهي في دلائل النبوة للبيهقي أيضا عن محمد بن إسحاق، وذكر رواية ثالثة عن ابن عبد البر عن مالك بن أنس. فلكن يراجع كتاب فقه السنة
للألباني رحمه فقه السيرة للألباني رحمه الله تعالى في الصفحة 79 و200 من هذا الكتاب. طيب، قال عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع، يعني ما الذي حدث له وهل أصيب أو لم يصب إلى غير ذلك. فقال رجل: أنا يا رسول الله، أي أنا آتيك بخبره. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه وأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، يعني هذه الطعنات طعن في مقتل، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي. انظر إلى هذا الكلام القوي المتين، وانظر إلى حرص هؤلاء الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفدونه بالآباء والأمهات وبالأنفس، ويقاتلون أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عنه ويخافون عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد قال الواقدي: ومات من جراحاته تلك، أي في يوم أحد رضي الله عنه، سعد ابن الربيع.